السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله من جديد. معكم محمد عبيد من قناة محمد تك. مستمرون إن شاء الله رب العالمين في دورة صيانة الحاسب العملية، واليوم إن شاء الله رب العالمين معانا اللي هي المذر بورد. المذر بورد أو المين بورد أو اللوحة الأم زي ما إحنا إيش بنعرفها، زي ما إحنا شايفين هي اللوحة الأم بين إيدينا. بدنا نتعرف يعني عليها بشكل عام ان شاء الله، ونفصل نبدأ ان شاء الله في قطعة قطعة. اللوحة الام اهم كومبوننت او اهم هاردوير ديفايس موجودة في اللي هو السيستم يونت. من خلالها بقدر انا اعرف او اتحكم في وجود المعالج اللي عندي، اتحكم في الرام اللي عندي، اتحكم في السبيسيفيك بالكامل. فهي مهمة جدا اللي هي المذر بورد. طبعا بالشكل المبدأ أول حاجة في حاجة عنا الفورم فاكتور، طبعا انحصر الآن في شقين، شق قديم والآن شق اللي هو الموجود حاليا الاي تي اللي هو القديم اللي تكلمنا عنه اللي بيستخدم في الباور سبلاي سويتش هاردوير سويتش. الشق الحديث اللي هو الاي تي اكس، يعني الاي تي والاي تي اكس. أغلب الاي تي اكس اللي هو الفعال حاليا واللي صار منه ميني ومايكرو يعني شغلة زيك، لكن هاي الفورم فاكتور بشكل يعني بشكل عام. طيب مكونات المذر بورد زي ما احنا شايفين، هاي عنا مذر بورد. اول حاجة بنجد عليها اللي هو السي بي يو سوكت، السي بي يو سوكت واللي بيتبع نوعية البروسيسور او نوعية المعالج. سي بي يو سوكت يعني هذا مثلا بيقول له ال جي في انواع اخرى حنتكلم عنها ان شاء الله رب العالمين. السي بي يو سوكت هذا بيحوى اللي هو المقبس اللي بده يركب عليه المعالج، المعالج نفسه. ايوه بيحوى المقبس نفسه اللي بيركب عليه المعالج زي ما احنا شايفين، وبيحوى ايضا ممكن يكون اللي هو على السي بي يو سوكت نفسه البلاجات او المقبس اللي بتحوى اللي هو الفان والهيت سينك، لكن هذا مختلف طبعا شوية. هتلاقي اللي هو المقابس الخاصة بالهيت سينك موجودة في البورد نفسه، لكن من الممكن انه نلاقي مذر بورد تانية موجود السي بي يو نفسه سوكت مع اللي هو المقبس والمقابض الخاصة باللي هو الهيت سينك مع الفن. أصبح شغلة أولى موجود في عنا اللي هو السي بي يو سوكت. شغلة تانية موجود عندنا اللي هو المقابس الخاصة بالرامات، الرام سوكت، وهذا المقابس بتتبع الأنواع. يعني من نوع اللي هو المقبس الموجود بقدر نحدد الرام السبورتد مع هذه المذر بورد. زمان كان يجي بعض المذرات ممكن تركب عليها اثنين رام زي الار دي والاس دي زي يعني قديمه شويه، لكن الان اصبح اغلب المذرز الموجوده بركب عليها اللي هو رامات الدي دي 1 و2 و3 و4 يعني، وحداثة صارت في اللي هو الرامات. ايضا موجود اللي هو مجموعة الرقائق تشيبست، تشيب الشمالي وتشيب الجنوبي، وكيف انه كل تشيب مختص بحاجة خاصة به. يعني مثلا تشيب الشمالي مختص بالرام والفي جي اي، خاص بعرض الفيديو، خاص بالرام بالذاكرة باتصالها مع المعالج. حتى اتصال التشيب الشمالي مع المعالج له كونكشن خاص، له اف اس بي. التشيب الجنوبي الخاص بالبي سي اي، خاص بالبورتس، خاص بشغلات كثيره مختص فيها، زي الشغل الهيكلي من مدير لنائب المدير لمساعد المدير، لا شغلات بتتفرع هيكليا واداريا. بنجد ايضا اللي هو الاكسبانجن سلوتس زي ما احنا شايفين، وهذه انواع متعدده من فتحات التوسعه الموجوده، البي سي اي والبي سي اي اكسبريس
وانواع كثيره من اللي هو الاكسبانجن سلوتس. بنجد ايضا اللي هو الباور بلوجز، باورات البلوج، يعني مثلا هنا بنلاقي ال 24 بن بلوج، بتلاقي الكهرباء او فيشه الكهرباء الخاصه بالفان، الكهرباء الاضافيه، بنجد اللي هو ايضا اللي هو الكوابل او البلاجات الخاصه بالاي دي اي. في عندنا بلاجتين الان بتم توصيل الاي دي اي كيبلز للهاردات. بتجد ايضا الساتا بلاج عشان يوصل برضه للساتا والستوريج ديفايس او للستوريج ديفايس اللي هو الهارد ديسك، ويوصل ايضا للدي في دي روم. هذه ساتا احدث طبعا من الاي دي اي، بنتكلم عنها ان شاء الله رب العالمين. بنجد ايضا وحدات تثبيت الجهود الريجوليتورات، وفي لها تقسيمه معينه، الفولتات اللي بتطلع للمعالج، بتطلع للرام، بتطلع للتشيب، للاي سيات. عشان هيك في ايضا مجموعه من الاي سي الانتجريتد سيركت، كل اي سي لها شغل، في اي سي الفيديو، اي سي اللان، واي سي الاوديو، كلها هذه لها هيكليه ولها شغل. بتجد في المذر بورد اللي هو كاباسيتورز، مكثفات التنعيم، وهذا اللي بده يشتغل هاردوير صح من الممكن انه يفكر فيها ويلاقي فيها ضالته، في انه يتعرف على اللي هو اغلب الكومبوننت. حتى لما انا بدي يكون في عندي مذر بورد قاطع الصوت، فيها مشكله في الصوت، اروح اتعرف من خلال السكيماتيك دايجرام على مثلا الاوديو اي سي، واشوف وصلها الفولتات الخاصه في التشغيل، وصلها الكنترول، وابدا اتحكم فيها. يعني بتعطي الاي سي الصوت بشكل كبير، بصير فيها مشاكل يعني، خلاف موضوع البوردز يعني اللي ممكن يكون فيها اشكاليات. في عندي مثلا التيرمينالز او البلاج اللي هنا الخاصه بالفرونت بانل، يعني في عندي فرونت بانل، في عندي كبسه خاصه بتشغيل الجهاز، خاصه بالريستارت، في عندي ليد خاص اللي هو الهارد ديسك، ليد خاص بالباور، هنا بتنشبك وتقريبا وصارت ستاندرد الان. في عندي كمان البلاج لليو اس بي في الفرونت او في الباك، في او في الباك موجود عندنا هنا، موجود اليو اس بي، لكن في الفرونت بانل في الواجهه الاماميه ممكن احط ليو اس بي 1 ويو اس بي 2. بتجد ايضا على المذر بورد بتجد اللي هو البطاريه، هذه بطاريه بنحكي عنها بطاريه السيموس باتري، بطاريه السيموس باتري عشان في عندنا شريحه، شريحة البيوس البيزك انبوت اوتبوت سيستم، عشان تضلها حافظة اللي هو الاعدادات الخاصة بالمذر بورد لازم لها ايش؟ بطارية. فحتلاقي في كل مذر بورد بطارية السيموس باتري، هذه البطارية خاصة بابقاء اللي هو شحنة وذاكرة البيوس، اي سي البيوس، حتى انه انت تعمل له اعداد لمره واحده ويظل ايش مخزن. وحتى يعني بنستخدمها احيانا لايش، للريست او لنفرغ اللي هو البروجرام الموجود على اللي هو البيوس اي سي، اي سيات البيوس. في مجموعه عندنا من الشيبس والاي سيات، كل واحده لها شغل، في منها بيختص بالريجوليشن وتثبيت الجهود، سواء كان للمعالج، للرامات، لأي تشبات أخرى. في منها اي سيات خاصات بالدرايفرز، درايفر الصوت، درايفر الفي جي اي، البورتس، الاوتبوتات الخارجية، في منها خاص بالتعامل مع اليو اس بي. فجملة من هذه الانتجريتد سيركتس موجودة عندنا في هذه اللي هو المذر بورد. إذا بنطلع على الفقرة الجانب اللي هان، بنلاحظ إنه في عندي بي اس 2 خاص بالكيبورد، بي اس 2 خاص بالماوس، عندي اللي هو الفي جي اي
ال 15 بن في جي اي، عندي بورت خاص باليو اس بي، اللان بورت، عندي سكشن الاوديو ما بين اوديو اوت وان ومايك. يعني كان زمان في اللي هو البارل بورت للطابعة، كان في اللي هو التسعة بن بورت، لكن بدأت تنتهي وتتلاشى. يعني تقريبا بشكل مبدئي عندنا اللي هو هي اللي هو تكوين المذر بورد بشكل عام وبشكل مبدئي. طبعا هذه مذر بورد انتل، ممكن انه كمان نتعرف على مذر بورد اخر بشكل عام. ان شاء الله رب العالمين تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو اللي ألقينا فيه نظرة أولى على اللي هو المذر بورد ومكوناتها بشكل عام. بشكل عام بشكل سريع بنكرر: بروسيسور، رام، باور بلوك، تشيبسيت، اكسبانجن سلوتس، سيموس باتري، اي دي اي كيبلز، هو بلوك عشان يطلع الكيبلز، ساتا بلوك، فرونت بانل، يو اس بي تو فرونت بانل، مجموعة من المتكاملات والايسيات للدرايفرز، مجموعة من المكثفات لتنعيم الجهود، مجموعة من الريجوليترات ومثبتات الجهد لتثبيت الجهود قبل ما تصل للمعالج، للرام، للاي سيز، البورتس الموجودة الخاص بالصوت، الخاص باللان، اليو اس بي بورتس، الفي جي اي 15 بن، الكيبورد والماوس. يعني هذه اللي هو المذر بورد بشكل عام. ان شاء الله رب العالمين احنا حنبدأ نتخصص ونفصل في المذر بورد بداية، قبل ما نتكلم عن المعالج، قبل ما نتكلم عن اللي هو الرام. حنبدأ ان شاء الله نفصل، ولو انه انا يعني لاحظت شيء سلبي في مشاهدة الفيديوهات، اذا احنا تكلمنا عن مثلا القياسات النظرية لوحدة التغذية، بنجد انه اذا المشاهد شاف نظرية يعني خلاص هذا نظري بحت. لا، اي انا حتكلم لك عن اشياء نظرية لكن حطبقها عمليا. احنا بنأسس نظري وبعدين بننتقل للعمل. وحكيت انا انه مش حتكون المحاضرات في هذه الدورة الممتدة اللي حتكون فيها فيديوهات، عشرات من الفيديوهات ان شاء الله في هذه الدورة، مش حتكون الفيديوهات نظرية بحتة. لا، حنشوف الشيء نظري ونيجي نطبقه ان شاء الله عملي. ان شاء الله رب العالمين بيعجبك هذا الفيديو، ما تنسى تعمل لايك، ما تنسى تعمل سبسكرايب، اعمل مشاركة للفيديو، وان شاء الله رب العالمين بنستكمل في المحاضرة القادمة. بارك الله فيكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.